سيد محمد العقالي المحلل السياسي أيضا من بغداد. سيد محمد مرحبا بك، من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور اليوم؟ بصراحة أولا أشكرك على هذه الاستضافة لك وإلى الضيف الكريم. جميع الكتل السياسية من بعد عام 2003 ولحد الآن بكتلها السياسية بشخصها هي من تتحمل المسؤولية التي وصلت إليها البلاد من حالة عدم استقرار وحالة الدفع باتجاه أن تكون الحافات الخطرة التي يتلقاها المواطن والوطن. باعتقادي العملية السياسية هذه بنيت على محاصصة، والمحاصصة مكوناتية وحزبية، وكذلك الفساد الذي استشري في مؤسسات الدولة، وكذلك الرؤية لجميع الكتل السياسية بمكوناتهم حيال البلد والأزمات التي تعرض إليها البلد بدون حلول، هذه كلها تتحملها الكتل السياسية. قد يكون هناك حديث أن لا يتحمله البعض أو يتحمل البعض أي يقصدون المسؤولية، لكن هي ليست فقط بالكلام، لكن المنجز، لكن العمل هو الذي يدلل على أن الكتل السياسية بأحزابها منذ بداية العملية السياسية لحد هي من تتحمل. إذا كان جهة معينة تنأى بنفسها عن هذا الفشل فنذهب إلى المحافظة أو المحافظات التي هم أداروها، أو الوزارات التي كانوا عليها، أو حتى اللجان البرلمانية التي قسمت ووزعت حسب المحاصصة المكوناتية الحزبية إلى الكتل السياسية. هذه منظومة بلد، ومنظومة البلد منظومة الدولة تكون فيها مؤسسات، والمؤسسات هي قسمت على الأحزاب السياسية، وحتى الفساد. سيد محمد، ذكرت بأن جميع أشخاص والأحزاب السياسية هي من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وكيف انجر البلاد إلى الفساد المستشري والعقم في إنتاج حكومة لجميع العراقيين، لكن هناك من يرى بأن الإطار التنسيقي بتعنته وإصراره على حكومة المحاصصة هي من أنتجت ذلك، كيف تعلق؟ يعني إذا كان الإطار التنسيقي يدعو إلى المحاصصة، لماذا الكتل السياسية تهرول خلف الإطار التنسيقي لترسيخ وتطبيق المحاصصة؟ يعني مثلا مثال واقعي، التحالف السيادة والتحالف يعني الحزب الديمقراطي كان مع التيار الصدري بفكرة حكومة الأغلبية. عندما انسحب التيار الصدري من البرلمان وكان هناك تحالفا ثلاثيا، لماذا السيادة والديمقراطي لم ينتهجوا نهج الكتلة الصدرية بالانسحاب ويكون الدعوة إلى المحاصصة من قبل الإطار لا انصياع لها ولا صدى لها؟ لماذا كانت لديهم استدارة سياسية من الأغلبية إلى حكومة التوافقية التي وافقوا بها؟ يعني كل من لديه دعوة لم يجد لها أصداء ومن يصغي إليها ويستمتع بها ويكون عاملا بها، أنا أعتقد سوف لن تكون ربما